بدأنا بصيانة الشبكات، فتحنا السرعات، استفادت منها كتير ناس حوالين السنترالات، واللي استفاد بالطريقة الأكبر هن سكان المدن. اليوم خطة جديدة تبعتنا هي خاصة بمشروع الـ FTTX أو مشروع الألياف الضوئية، إنه نبلش نوصل بهالوعد اللي نحن قطعناه على حالنا، إنه نعطي سرعة عالية لكل المواطنين على كامل الأراضي اللبنانية من المناطق النائية وينتهي بالمدن. أنا بنحني قدام الجهود الجبارة اللي عملها فريق العمل بأوجيري. عملت مع شباب ما بيعرفوني ولا بعرفهم من قبل، آمنوا بالفكرة اللي نحن طرحناها وآمنوا بأنه هني هدفهم أسمى من أنه يكونوا موظفين موجودين بمؤسسة. حتكون سنة 2018 مركزة وتركيز تام على خدمة الزبائن وتطوير نمط خدمة الزبائن بهاي الأجر. من هون ببلش التغيير، من هون ببلش الأمل، من هون ببلش الإيجابية والتفاؤل بالمستقبل. بلشت القصص بال 2017، بال 2018 المسيرة مستمرة ومنعتبر إنه من هون بلشنا. موضوع الانترنت هو الاساس الان بحياتنا اليوميه، باقتصادنا، بتجارتنا، بسياحتنا، بكل مفاصل اقتصادنا. كان بالحد الادنى، مشان هيك حطينا هدف رقم واحد، اشتغلنا على هذا الموضوع مع اوجير ومع المهندسين ومع الوزاره لاطلاق الفايبر اوبتكس على جميع الاراضي اللبنانيه. التارجت تبعنا نأمن حد أدنى 50 ميجا بايت سرعة للمواطن أينما كان في لبنان، للهافي يوزرز والمؤسسات الكبيرة والمستشفيات والجامعات ممكن نوصل ل 200 و300 سرعة. التستس اللي عملناها، البايلوت بروجكت اللي نفذناها، واعدة جدا وعم تعطينا مؤشرات كتير إيجابية إنه نحن ماشيين على المسار الصحيح للوصول لهدفنا الكبير بتزويد كل المواطنين بسرعات عالية من الإنترنت. اليوم اتاحت الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة بالنمو الاقتصادي وخاصة في قطاع الاتصالات، هو رافد كتير مهم لحتى نختصر الوقت ونختصر الكلفة ونكون مطلعين على أحدث التقنيات في العالم. نحن بنعرف قطاع الاتصالات قطاع يتطور بشكل يومي. أكبر المبدعين بالإنترنت وبالتكنولوجيا بتلاقيهم لبنانيين. هل هن بلبنان؟ لا، مش بلبنان. لأنه السيرفس مش موجود. الشباب اللبناني والشابات اللبنانيين عطيهم هالسيرفس ولا تدمر. بس لما الدولة تحل عنه وتكون مأملت لهم the highway، صدقني the sky is the limit. اليوم حققنا 50 مرة سرعة الانترنت، وجيرو عم ترجع تنتقل إلى المكان الحقيقي اللي هي بتلعبه. رفيق الحريري حط الخطوات اللي لازم نحن نتبعها، وأنا واثق إنه بإدارة أوجيرو عماد قادر يوصل أوجيرو محل ما نحن بدنا نوصلها، لأنه هو كمان أيضا عم يحقق الحلم تبع رفيق الحريري. تيم عم يشتغل ليل نهار، عملوا شغل كتير كتير كبير وبيستحقوا كل الشكر عليه. إذا بيكملوا هيك كل الأهداف اللي حطيناها، أنا برأيي إنه بيوصلوا لها وبيتجاوزوها إن شاء الله. أول شيء بدأنا فيه هو تغيير رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة أوجيرو. هالتغيير هيدا طبعا خلق حيوية جديدة، انضباط جديد بالشغل، وهيدا تدبير إصلاحي نتائجه تقنية. أساس النجاح هي الكفاءة التقنية، هي النزاهة بالعمل، هي بإرادة العمل، هي كمان بحب الوظيفة. بتأمل منهم يكون في عندهم النشاط اللازم حتى يتقدموا بهالمؤسسة. كل تقدم بيعمل تقدم اقتصادي. نحن المهم نوفر فرص العمل لكل اللبنانيين. الوقت اللي بنوفر لهم الوسائل الحديثة اللي بيشتغلوا فيها، بصيروا يقدروا يشتغلوا من بلدهم ويسجلوا اختراعاتهم الجديدة، ابداعاتهم يسجلوها
من لبنان. استاذ عماد، يعني هل هذا المنصب منصب مدير عام اجاره ورئيس مجلس اداره هذا منصب سياسي ولا منصب وظيفي تقني؟ لانه رئيس الجمهوريه بده يدعمك، رئيس الحكومه عم بيدعمك بالاسم، وزير الاتصالات ايضا بنفس الاطار، شو هو هالمنصب يعني؟ انا ماني جاي لمنصب سياسي، انا جاي لمنصب تقني، جاي عندي هدف محدد، ومهما كبرت الصعوبات أنا بدي نفذ هالهدف. علاقتك مع وزير الاتصالات كيف؟ علاقة جيدة مع وزير الاتصالات. كان في فترة مرت كان في تأزم بالعلاقة، كان في تأزم، كان في اختلاف بوجهة النظر، بس مش معناتها أنه الود بطل موجود بيني وبينه. يعني هل عاد الود؟ العلاقة طبيعية أم علاقة طبيعية مع معالي الوزير؟ علاقة طبيعية جداً، بيتخللها طبعا في اختلافات، بتضل اختلافات بوجهة النظر، وانا بدي اعترف انه انا ماني كتير سهل. يعني انا لما بكون مركز على اهدافي بروح على اهدافي للاخر، مرات ما بحسب كتير حسابات، لانه اللي بيهمني اني انجز. بتخلي الاخرين يعني يفتروا عليك لما بيكون عندك هيدي يعني الهجمه؟ عندي هالنزعه اني 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 اخلص، اني نزعه انه المواطن اهم من كل الكونسيدريشن الثانيه، او اهدافي تتحقق قبل كل شيء، ممكن تستفز بعض الناس اكيد. جنان عرب بتسالك عبر تويتر، بتقول انه ما حقيقه تقاضيك 112 مليون ليره كتعويضات؟ اول شيء يا ريت هذا المبلغ مزبوط بالاول، وبعدين ثاني شيء انا اعين بموجب مجلس قرار مجلس وزراء مرسوم بصادر عن مجلس وزراء، مقام مجلس وزراء وهو اللي بيحدد راتبي. انا راتبي حقوله كمان بالعلن، البيزك سالري تبعي بعد قرار القانون 46 او الاربع درجات اللي اخذناها متأسوة بموظفين اجيرو صار 11 مليون و788 الف ليره. يعني مش اكثر من راتب رئيس الجمهوريه مثل ما كان عم ينحكى؟ اكيد لا، او راتب يعني حاكم مصر. اذا كان هذا الكلام صحيح بيكون في شيء خطا بنيوي بالدوله اللبنانيه. يعني منه صحيح هذا الكلام؟ اكيد لا. طيب مسألة الميزانية تاع هيئة اجيرو، يعني في ميزانية عندك؟ ميزانية مفتوحة وبتقدر تعمل اللي بدك اياه وما حدا يقدر يسائلك؟ ابدا لا، نحن اليوم خاضعين للهيئات الرقابية الرقابة اللاحقة. يعني نحن بنقدم موازنة بتتقدم ضمن موازنة وزارة الاتصالات، نحن بنحط مصاريفنا، بنحط رواتبنا، بنحط المشاريع اللي نحن بنلاقيها ضرورية لا استمرار القطاع ولا تطويره ولا تنميته. ومؤخرا صدر مرسوم عن مجلس وزراء وسع صلاحيات اجيرو، انطلاقا من هالصلاحيات نحن بنحضر موازنه بنعرضها. بحاجه لتوسيع صلاحيات؟ ما اوريدي عندك صلاحيات مفتوحة. صلاحيات الهيئه مش صلاحيات مدير عام. ما المدير العام يعني يمثل الهيئه بكل لا، في عندها في صلاحيات يعني نحن كانت اجيرو تعني بس بالصيانه، هلا صارت الصيانه والتشغيل والكولكشن يعني الجبايه، وصارت كمان بتطوير قطاع الاتصالات. وصدر المرسوم مش من قليل، يعني مش من بعيد اليوم تبلغنا المرسوم. فاليوم توسيع صلاحيات اجيرو بتنم على انه في اليه متبعه بنحضر من خلالها نحن موازنات بنطرحها على معالي وزير الاتصالات حتى تكون جزء من موازنه الاتصالات. فرح جراح بتسألك، ما بعرف إذا بتقرأ بالوزير بتقربك، بتقول نحلم بأن نرى شبكة إنترنت مفتوحة بالطرقات وبجميع الأماكن العامة مثل الدول المتقدمة، هل سيتحقق هذا الحلم؟ أولا الأحلام هو المكان أجيرو الناس لازم تحلم فيه بالتطور التقني، نحن مستعدين نلبي هالأحلام. بس الحلم أنه يكون في عنا إنترنت مفتوح بالشوارع، هذا منه حلم، هذا شيء ممكن وممكن بقوة كمان. هذا موضوع يعني البابليك واي فاي اللي نحن حكينا فيه واللي هو على الأجندة تبع المشاريع هيئة أجيرو، على أساس إنكم تبلشوا فيه بمطار رفيق الحريري. مطار رفيق الحريري اليوم كنا بالوزارة وكنا عم نناقش هذا الموضوع. اليوم بمطار رفيق الحريري في مشغل موجود وعنده إكسكلوزيفيتي كونتراكت، اتفقنا نحن وهالمشغل، هذا كمان من التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، اللي قبل هالمشغل انه نحن ندخل على مطار بيروت ونشتغل نحن وياه لنقدر نعطي سرعات عالية جدا، مش مثل ما انا بتمنى بقية دول العالم
بعدني راجع من اسبانيا وكنت بدبي قبل فتره، الانترنت ببلاش. بس نحن للاسف موضوع التسعيرات منه مناط بهيئه اجر ومناط بوزاره الاتصالات. حتى السرعات يعني اللي عم بتكون بالعالم يعني بدبي وبغيره بالمية و200 ميجا بتس مش كتير دقيق استاذ محمد. انا باسبانيا امبارح كنت بالمطار على البابليك واي فاي فحصت السرعه. قديش كانت؟ الداونلود كانت اقل من 4 ميجا بت بير سكند، بينما الابلود 44، ونحن بنعرف انه الابلود ما حدا بيستفيد منه. ناس بتستعمل بس 4 يعني بال 4 بمطار براخاس بمدريد 4 ميجا. نحن اليوم الهدف تبعنا مع هالمشغل انه نوصل ونعطي بصلات الوصول والمغادرة سرعة بتوصل ل 200 ميجا بت بير سكند للمستخدم، حيكون أسرع بابليك واي فاي بمطار بالعالم. فنحن مش عم نحلم. طيب وبالمدن وبال بالمدن كمان عم نشتغل مع بلدية بيروت اليوم بضمن إنشاء الواجهة البحرية الجديدة، وببعض الحدائق العامة عم نطلب الخرائط وبلش نشتغل مع بلدية بيروت، ولاحقا بتمنى انه البلديات تلحق. بس كلها وعود استاذ عماد، ما شفنا شيء على الارض يعني. عظيم. عم توعدنا انت هلا بعد 4 سنين عم بتقلنا بموضوع الفايبر اوبتكس. 100% 100%. اول شيء مشروع الفايبر اوبتكس منه وعود، لانه نحن بمنطقه الاشرفيه، بمنطقه الحمراء، بمنطقه راس بيروت، نحن الفايبر اوبتيك صرنا عم نوزعه للناس وعم نوصل لسرعات فوق 300 ميجا بت بير سكند. بس هذا ايضا عم بيعمل كلفه زائده على المواطن. أكيد بده يعمل كلفة. أنت عم تطلب مني تكنولوجيا، بدك تطلب من وزارة الاتصالات الأسعار، بس أنا عم تطلب مني أعطيك هالتكنولوجيا عم بعطيك إياها، أما التسعيرة موجود بمكان آخر. نحن اليوم عم نشتغل مع الوزارة وعم نقنع الوزارة، وفي تجاوب كتير كبير أنه بالرغم من التخفيضات اللي صارت بشهر نيسان الماضي نرجع نخفض كمان الأسعار مرة تانية. بدي أرجع أحكي أنا وياك أستاذ عماد عن الأسعار، بس قبل ذلك بدي نشوف هالخريطة على الفايبر أوبتكس وعملية توزيعها بالمناطق اللبنانية، وياريت أستاذ عماد تخبرنا بالتفصيل عن هذه الخريطة، بلكي تفهم الناس شو طبيعة الفايبر أوبتكس وتعريفه باي ديفينيشن وعملية هذا التوزيع على المناطق اللبنانية. فإذا نحن متفقين إنه مش وعد، هيدا حقيقة. هلا هيدا خرائط وألوان وألوان يعني أنا لا مش أكثر. وهيدي شركة لزمت وحتبلش شغلة بعد أسبوعين يعني، بس أنا مبسوط إنه الخريطة طلعت. اللي عم نشوفه نحن اليوم على الشاشة هو عبارة عن خليط من ثلاثة تكنولوجي بدنا نسميهم FTTC والفايبر تو ذا كيرب، يعني محل الموزعات اللي موجودين بالشوارع. عم نركب، عم نزيد عدد الموزعات لحتى المسافة بين المستهلك النهائي والسنترال تخف، ونقدر نعطي على بين بمزج بين الألياف الضوئية والنحاس نقدر نوصل لسرعات مينيموم. اللي هو مش الشيء اللي انعمل مثل اللي انعمل الفايبر تو هوم، اللي هو انعمل بالحمراء وبالأشرفية. مزبوط. الفايبر تو ذا كابينت هو اللي انعمل ببشمون واطلقناه وقدرنا نوصل. اللي هو هذا بدك تستعين فيه بنحاس. بنحاس اخر بنسميه نحن اللاست مايل بين الموزع والبيت. نعم. بعد ما نفحص، ونحن اليوم التزمنا والتزم دولة الرئيس الحريري ومعالي وزير الاتصالات جمال جراح انه حنعطي 50 ميجا بت بير سكند. مبينين على الخريطه كنا عم نشوف الالوان. شو هي هاي الالوان لشو بترمز يعني؟ الالوان الداكنه هي المحلات اللي حنروح فيها فايبر تو ذا هوم. يعني الفايبر تو ذا هوم هي مباشره الالياف الضوئيه بتطلع من السنترال لتوصل للبيت اللي عندك. شرط انك اللي عملتوه اللي بلشتوا اول تجربه فيه بالحمراء وبالاشرفيه وبراس بيروت وبراس بيروت. هون بس عم نطلب من الناس انه اليوم اللي نحن بنوصل على كعب البنايه بالالياف الضوئيه، المطلوب من ساكنين البنايه يعملوا الياف ضوئيه عندهم لنقدر نحن نعطيهم السرعات اللي هن طالبينها. والوقت بهالوقت هذا نحن ما عم نفتح السرعات الاخر. بس هذا بدنا نرجع نقول انه بتترتب عليه كلفه اضافيه لانه السرعه عم بتكون عاليه بطبيعه الحال. هلا طبعا كل ما زادت السرعه الكواليتي تبع الستريمينج اللي بتعمله انت على الفيسبوك ولا على اليوتيوب تعلى، بيصير المصروف اكبر. مشان هيك نحن عاملين كاب على ال 50 ميجا بت بير سكند، وعم نقول للناس ينتبهوا كتير على موضوع الفايبر اوبتيك لانه طيب. اللون الاحمر اللون الاحمر هي الاف تي تي سي اللي هي الفايبر تو ذا كابينت، الموديل اللي نحن طبقناه ببشمون عرمون، اللي هو عندنا 229 سنترال حيشتغلوا على مبدا الفايبر تو ذا كيرب تو ذا كابينت، اللي نحن من خلاله اللاست مايل حيكون كوبر، وحنقدر نوصل كمان بتكنولوجيا معينه بقلب الكابينت للاشخاص اللي راغبين بسرعات اكثر. يعني كومبينيشن من الالياف الضوئيه والاستعانه بنحاس لعدم القدره على انه يكون كل شيء فايبر تو طبعا لنطلع نحن متوسط السرعات ل 50 ميجا بت بير سكند.
فاذا الاسود هو الفايبر تو هوم، الاحمر هو الاف تي تي سي، في اسود اسمه ال تي اي اللي هي 4.5 جي اللي هي بالمناطق اللي ما كانت وصلتها شبكات الاتصالات، شبكات النحاس اللي كنا بنسميها بالاول الدبليو ال ال الوايرلس لوكال لوب، اللي موجوده بمناطق بالبقاع، بمناطق بالأرياف والمناطق النائية. يعني بالنائية ونحن عم نستعمل اليوم السلولر، نحن عم نستعمل الوايرلس فيكست وايرلس، وصار في عنا لغاية اليوم 600 مشترك من أصل 3500 اللي حيطلعوا ل 25000 مشترك قبل آخر 2018. فإذا نحن على الوايرلس صرنا عم نعطي سرعات كمان كتير عالية، وصلت بكفر زبيان وصلنا لغاية 130-140 ميجابت بير سكند. مش بس عم نعطي صوت، صرنا عم نعطي داتا كمان للمستهلك بهذه المناطق اللي كان يدوب عنده وسيلة اتصال بهالمناطق. هيدي كلها التمديدات كلها عم بتكون عبر الخط الثالث بتسموه اللي هو الخط الأوروبا. لا، الخط الثالث، خط الكابلات البحرية هي بوابتنا مع العالم الخارجي اللي بتسمح لنا نستجر هالداتا ونوزعها داخليا. فنحن عم نشتغل اليوم على شبكتنا الداخليه اللي هي مربوطه بهالكوابل اللي رايحه على اوروبا عن طريق هذا ايضا مستمر. يعني هذه الخطوط ايضا تؤثر، يعني شو الفرق بين لما بنسمع كلمه عم نحاول الناس ونحن نفهم الاشياء التقنيه، يعني في خط قبرص وتركيا وفي خط اوروبا، شو الفرق بين هذه الخطوط؟ عاده هذه خطوط عاده بتكون خطوط اساسيه وخطوط رديفه، ما فيك انت تشتغل على كابل مع العالم الخارجي على كابل واحد، ممكن ينقطع ممكن يتعطل، بده يكون هذا اللي كان بالسابق يصير وسيله بديله لما ينقطع فجأة عنا الانترنت. من 3 اشهر صار عنا مشكله على كابلين، بس قدروا شباب والمهندسين تبع اوجيرو يتفادوا الموضوع ونخلي الترافيك موجود. بس عاده دائما في عندك خطوط رديفه. الخطين الموجودين حاليا منهم مباشرين بين لبنان واوروبا، بيمروا عن طريق يا اما قبرص يا اما عن طريق الاسكندريه. اليوم معالي وزير الاتصالات وفريق العمل تبعه نحكى بخط ثالث مباشر بين لبنان وأوروبا. هالخط الثالث نحن بدنا نزيد الكاباسيتي عليه على الانترناشنال ونقدر نستجر منه داتا، لأنه حلمنا وحلم الشخصي أنه يتحول لبنان لهب ينعمل فيه ترانزيت داتا بين الغرب والشرق والعكس. هل هذا بعد ممكن يعني انه يصير طبعاً لبنان سنتر او هاب مركز يعني ما بين اكيد ما في شيء منه ممكن استاذ محمد. اليوم لما بتنوجد النيه وبتنوجد الامكانيات التقنيه والامكانيات البشريه اللي موجوده عندنا متوفره كثير بالبلد، كل شيء ممكن، ليش ما بده يكون ممكن؟ وخاصه انه في مشروع كمان كنا ولد كمان برحم اوجيرو، هو الداتا سنتر، ناشونال داتا سنتر او المركز المعلومات الوطني، اللي هو اليوم تحول من عند اوجيرو ليكون جزء من البرايفت بابليك بارتنرشيب، مشاركة بين القطاع الخاص. هذا أول مشروع للبي بي بي اللي بالزبط. هو بدك من خلاله بدكم تخلوا السمول والميديوم انتربرايزز يشتغلوا بدون ما يدفعوا كلفة انفاق استثماري. نحن عم نقول نحن هالناشونال داتا سنتر بيوفر على الشركات الصغيرة والكبيرة انفاق استثماري، وصار فيهم يستخدموا هالداتا سنتر لحتى يحطوا فيهم. هل في إقبال على هذا الموضوع؟ اليوم يعني الإقبال بالاقتصاد في نظرية بتقول supply will create its own demand. اليوم العرض بي بي بيخلق عندك الطلب، ونحن أكيدين من أنه هذا شيء حتمي. وحتى اذا يعني احنا رايحين بالديجيتال جوفرمنت السبلاي كرييت اتس اون ديماند، لما بيكون الاقتصاد متعافي ولما بيكون الاقتصاد عم ماشي بنمو واستدامه هذا النمو، نحن الاقتصادنا ليس بهذا الوضع. اذا بدنا نضلنا نبرم بهالحلقه المفرغه اكيد ما حنعمل شيء استاذ محمد، مع احترامي التام لوجهه نظرك. الحلقه لازم تنكسر بمكان، ونحن عم نقول اوجيرو ارتدينا بحالنا مع وزاره الاتصالات انه نحن نكسر الحلقه بهالمكان، ومشان هيك عم نقول خلينا نخلق الانفراستراكشر للناس تجي تطلبها. اليوم في بعض المؤسسات الداتا سنتر تبعهم موجود بقبرص، وفي داتا سنتر موجود بالأردن، في داتا سنتر موجود بتركيا. نحن اليوم عندنا كل الإمكانيات لنخلق الداتا سنتر تبعنا ونقول الداتا سنتر. استاذ عماد يتضمن الصوت داتا سنتر هو والصورة والفيديو بكل الداتا بكل أشكالها، يعني داتا بكل أشكالها وبتحطها بالناشونال. اليوم نتفليكس ولا 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 يعني أمازون ولا يعني ولا اللي بدك ممكن تخليه يكون بلبنان، وتخلي هالترافيك يكون بدل ما يطلع على الانترناشونال اللي كلفك أكثر، بيصير كلياته بيصير منخفف الكلف
استدراج هالداتا، بتصير البروسيسنج موجود بقلب البلد. هيدا هدفه. والهدف الثاني انه نخلق، اليوم في شركات كتيرة ما بتقدر يكون في عندها كابكس او انفاق استثماري بموضوع تقنية المعلومات، نحن عم نقول لهم تعالوا اشتركوا بهذا الداتا سنتر واستفيدوا منه، لانه بالنهاية على هالشركات الشراكة يعني القطاع الخاص عم بتحاول تحط مثل حجر اساس لبنية تحتية معينة يستفيد منها اطراف ويستثمر فيها اطراف، وخاصة الدولة اللبنانية، خاصة الحكومة والوزارات. لما انت بدل ما كل وزارة يكون في عندها الانفاق الاستثماري بالتكنولوجيا تبعها، نحن عم نقول حطوهم كلياتهم بنفس المكان، خلي هالبوابة الالكترونية اللي عم نحكي فيها، عم نقول نحن بالديجيتال جوفرمنت، خليها تبلش بالداتا سنتر تبعنا. هل هذا الامر فيه كلفه معينه وما هو مردوده يعني بالمبدا؟ بالمبدا اكيد في كلفه، لانه كلفه انشاء ناشونال داتا سنتر كلفه مش بسيطه، فيها تروح بين 80 وال 100 مليون دولار، فهذا استثمار كتير كبير. ومشان هيك نحن عم نقول فتنا بالشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، لنقول خلينا نتشارك نحن لحتى نطلق هالدورة الاقتصادية اللي نحن بحاجة لها، واللي كلياتنا بنعرف اليوم تكنولوجيا هي الحجر الأساس، حجر الزاوية لحتى هلا هالدورة الاقتصادية تبتدي. ومشان هيك نحط المشروع بضمن التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، وأنا مؤيد للفكرة. حيكون يعني كما ذكرت باكورة المشاريع اللي فيها الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. أكيد، وما لازم توقف حد هون عند هون أستاذ محمد. اليوم القطاع الخاص قطاع منتج قادر يعمل نتيجة، ولازم نحن نتساعد نحن وياك كقطاع عام لنقدر سوا نقلع بالاقتصاد الوطني. رولا الخطيب بتسألك، طبعا هذا سؤال عام ولكن يعني يا ريت كمان نرجع منأكد على الجواب، هل سنشهد وصول الانترنت إلى جميع المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، ومتى يكون ذلك بشكل قوي؟ أنا عندي جواب لك. اليوم أخذنا المعلومات، وهذا أول مرة نحن بدنا نجاوبها لرولا. نقول لها اليوم تلزمت ثلاث شركات لسبب واحد، لتمديد الألياف الضوئية، لحتى نحن نسرع بالمشروع، لحتى تكون كل المناطق مبلشة على قدم وساق، يعني بثلاث مناطق. في 16 من هلأ لآخر السنة، في 16 سنترال على مختلف الأراضي اللبنانية. نحن بشهر 12-2018 حنكون شبكنا 60 ألف مشترك على الألياف الضوئية. بجولاي 2019 حيكون عدد المشتركين على الإنترنت 300 ألف، وعندي قائمة بالسنترالات موجودة، وصارت الخطة واضحة، ونحن حنعلن عنها تباعا عبر موقعنا الإلكتروني. بس الأمور جدنا موافقة من ديوان المحاسبة، الشركات موجودة، أخذت علم بالمباشرة العمل، ونحن بخلال أسبوعين المشروع بده ينطلق بكل الأراضي اللبنانية. بعد الفاصل مشاهدينا منتابع الإنجازات غير الفايبر أوبتكس، شو أنجزت أوجيرو، ومنسأل عن الأمن عبر الإنترنت، خصوصا مع بقاء ملف الإنترنت غير الشرعي مفتوحا إلى غير نتائج واضحة حتى الآن. بعد الفاصل.